العلاج بيمشي ازاي؟ شوف العلاج انا بقول دايما اما تحدث الاصابه لازم تحاول تصلحها. يعني احنا بنقول الراجل ده عمل بواسير وحصل اصابه للعضله لازم تصلحها، لو انت مش قادر تصلحها في ساعتها لازم تجيب حد يساعدك فيها ويصلحها لك في ساعتها. او وذن ال hours ال 24 hours او 48 hours الموجودين في الفتره اللي بعديها، ما تستناش فترات طويله ان انت العيان يتاذي، لان عضلات القناه الشرجيه عامله زي الاستك او ما تقطع بترتد، فدلوقتي رجعت لها سنتي بعد شهر هترجع 2 سنتي، بعد كده هتلاقيها مش موجوده. زائد عدم استخدامها واكوردنج لقانون داروين ان الاستخدام وعدم الاستخدام اليوز والديسيوز، فهيحصل لها ضمور وهتضعف وتنتهي بالعصب بتاعها وبالدم اللي بيجي لها، كل دي تغيرات هتؤدي لان المريض ده ممكن يبقى للابد عنده تسيب براز. وهنا بقى بنخش في قصه جديده بقى، مش نصلح العضله سفنكتور بلاستي، لا احنا هنخش في زراعه عضله. هناخد عضله من الجسم ونبتدي نزرعها في القناه الشرجيه.